السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن خسارة ما بعدها خسارة أمام الرجاء البيضاوي في مباراة لم يكن فيها الإقناع ولا الإمتاع من جانب نهضة بركان، سيطرة مطلقة للرجاء البيضاوي طيلة الشوطين باستثناء فترات قليلة من الشوط الثاني. عموما 55 سيطرة للرجاء الرياضي البيضاوي و45 سيطرة لبركان. إذن هنا تظهر سيطرة الرجاء. الغريب والعجيب في الأمر أن البطاقات الصفراء، 4 بطاقات صفراء بالنسبة لفريق نهضة بركان. الأخطاء كارثية وصلت لعشرات أخطاء بالنسبة لفريق نهضة بركان. التسللات، 3 تسللات لنهضة بركان. إذا الكرات الغير مؤطرة، إذا مباراة لا يمكن أن نعتبرها مباراة بالنسبة لفريق نهضة بركان بالنظر المستويات الكبيرة التي وصلها فريق نهضة بركان. هذه الثلاثية وهذا الفوز الساحق للرجاء البيضاوي يدق ناقوس الخطر ويدق ربما مسمار في نعش الشعباني الذي بدأ يعني يحس ويتوجس الخطر القادم من طبيعة الحال مقاعد البدلاء، حيث أنه يعني لم يجد لاعبين بطينة سيستم دو جو، التغيير اللي بغى يقوم به ما لقاش لاعبين اللي فيناليزيو اللعب، الأفكار ديالو اللي ترجموا الأفكار ديالو، وبالتالي كانت خسارة مدلة لنهضة بركان بثلاثية مدوية. ثلاثية ستسير الكثير من الميداد هنا ببركان وحتى وطنيا، وسيكون لها ما بعدها. وكذلك الجماهير البركانية يعني أحست من خلال الشاشة الصغيرة أن الفريق نهضة بركان يعني حاليا بدأ يجني ثمار مغامرة لإفريقيا وثمار مغامرة في كأس العرش، لأنه بصراحة أنهك إفريقيا، أنهك خاصة في مباراة ذهب وإياب النصف النهائي، حتى ولم يلعب فإنه أنهك السفر. راه ماشي سهل الإخوان، هذاك ستريس، تقبض في تبقى في المطار، الأكل، الشرب، التغذية، السفر، في الجزائر، هنا في المغرب، تلعب ما تلعبش، راه ماشي سهل. تلعب فينال تربح وتمشي للروتور وتخسر وتفقد الكاس، وقع ما وقع، راه ماشي سهل باش تخلص من هذا الشيء. راه ديما يكون عنده تبعات نفسية وذهنية. اللاعب المغربي فينال مور راه في الأخير والأول راه يبقى لاعب هاوي، ماشي بديك العقلية ديال مدريد لا برشلونة ولا البايرن ولا المانشستر ولا الأندية الإيطالية، كيبقى لاعب هاوي أماتور مهما بلغ، لأن التكوين ديالو أصلا هاوي، تكوين من الصغر اصلا تكوين هاوي، ليس بتكوين احترافي ولا تكوين يعني مبني على قواعد علمية دقيقة ومضبوطة. خسارة اليوم سوف يعني صراحة يكون لها ما بعدها بالنسبة للطاقم التقني، لأن السيد معين الشعباني مدرب نعم، إطار تقني إفريقي عربي نعم، ولكن ماذا عن المساعدين؟ ماذا يقدم محمد عزيز من الإضافة؟ ماذا يقدم محمد عزيز من الإضافة؟ فريم محمد عزيز هو عنده ديبلوم، تاع عبد ربي عنده ديبلوم، تاع أنا عندي ديبلوم، محمد الميموني هو عنده ديبلوم، ديبلوم اللي عند عزيز تاع أنا عندي، ولكن أنا باش نكون مع الشعباني شنو خصني؟ خصني نخرج ونتقاتل وندرب فرقي صغار ونطلع ونوض ونطيح وتجارب وخبر ولاعبين وتكوين وملاعب رملية ترابية، نوصل لملعب سانتيتيك، نوصل لكازو ونطلع ونهوض ونطلع، عادي يمكن لي نجي لبركان. أما باش نجي لبركان ديراكتومو، فرصة يعني هنيئة لمحمد عزيز صراحة. ما واش غادي نقدم الشعباني أنا؟ واش هي الإضافة اللي غادي نعطيها له؟ ترى محمد عزيز شنو غادي يعطي للشعباني؟ رفيق عبد الصمد شنو غادي يعطي للمعين الشعباني؟ شنو الاضافه اللي غادي يزيدوها؟ والو. حنا اليوم نتحدث عن المدرب المساعد وليس مساعد المدرب، بمعنى يكون مدرب اول ومدرب ثاني مساعد، فهمت؟
بحال مثلا يكون الشعباني ويكون معه مثلا طالب، ولا يكون معها الجعواني، ولا يكون معها عموتا يكون معها الشعباني. المهم بحال هكذا مدربين مطينات كبار، ما تفرقش من المدرب الاول. اذن باش عزيز باش غادي يقدم فين لي بلون اللي راه يخدم بهم دوك الربعه ديال لي بلون اللي راه يخدم بهم معين الشعباني؟ 4-1-4-1 3-4-3 4-4-2 سيستم دو جو كيلعب بربعة الشعباني. هالسيستم دو جو اي مدرب مغربي والله ما يديرهم بربعة، اي مدرب مغربي مهما بالها الركراكي وما يديرهمش. فقط الشعباني انا شفتو دارهم، فقط الشعباني وهيرفي رونار اللي كان يدرب منتخب الوطني. 4-1-4-1 مثلا، 4 الاحمدي، 4 النصيري كان يلعب بها هيرفيرونا. ولا مدرب مغربي عنده السيستم دو جو فيه لي بلون، بلون ا بلون بي بلون سي. ولا مدرب مغربي يعني الوضوح. الا بغينا نزيدوا لقدام خصنا الوضوح وخصنا الواقع وخصنا نقداتي. هاد لي بلون واش عندنا اللعابه ديالهم في فركان بنفس لي كاليتي ديال هاد المدرب الشعباني؟ اكيد لا. 60% في 70 حتى 80% ديال اللاعبين بركان يعني صراحه ما كانوا هم ليس نهضه بركان، وحتى ليس القسم الثاني، ليس القسم الثاني وليس نهضه بركان. القسم الثاني حنا شفنا المباريات اللي تبارك الله ما شاء الله، مباريات كبيره ودراماتيكيه ولاعبين يعني مستوى ما بعده مستوى. اذا نهضه بركان اليوم ظهر على حقيقته. فتنا مرحلة الشباب، الآن مرحلة الشيوخ، شيخوخة في البطولة المغربية. نجني تيمار بداية الموسم، نجني تيمار شكون درب هاد الناس بداية الموسم، شنو دارو في بروغرام، فوقاش عمرو كونديسيون فيزيك، فوقاش خوو الكونديسيون فيزيك، شنو لي سيستام اللي دارو، شنو لي بلون اللي دارو، علام تدربو علام ما تدربوش. اليوم نجنيو التيمار ديالهم في مرحلة الشيخوخة، يعني تبدا المعاناة من هذه المباراة ديال الرجاء. غادي تبدا المعاناة فريق نهضة بركان من هذه المباراة ديال الرجاء، غادي تعاني بركان وغادي تبان ضعيفة. هنا دور الشعباني، وهنا دور الإدارة نهضة بركان، وهنا دور اللاعبين وليكاليتي ديالهم واللاعبين اللي بغاو يحافظوا على بلاصتهم ويدافعوا على بلاصتهم، وهما قلال في نهضة بركان. وأكبر مشكل يواجه نهضة بركان هما مشكلين، نزيدو ثلاثة. الأول حراسة المرمى، مشكلة كبيرة في حراسة المرمى. هاد الأهداف اللي راهم يدخلوا على الحمياني، أقسم بالله كان غارديان في السعيدية، غارديان ديال السعيدية عبد الرحمن الزيدي، والله ما يدخلوا عليه هاد الأهداف، والله ما يدخلوا عليه هاد الأهداف. هاد الأهداف المساوي اللي كان في الاسبار ديال نهضه بركان، ربما في سليمان فتيحه سليمان دي بركان، والله ما يدخلوا عليه هاد الاهداف، والله ما يدخلوا عليه هاد الاهداف. باش واحد الغارديان ديال الرقاده حاليا راه طلع مع السي فقول عبد الحفيظ، واحد الغارديان ولد الرقاده، والله ما يدخلوا عليه هاد الاهداف اللي راهم يدخلوا على الحمياني. وانا في التغارديان ونقول لكم وراني اكيد راكم تفرجوا فيه، كاين اللي يعرفني كاين اللي يلعب معايا الكره وراني نفهم في الكره يعني نعرف شويه الكره. هاد الاهداف والله ما يدخلوا على هاد الثلاثه اللي قلت لكم، والله ما يدخلوا عليهم اقسم بالله. خاصه عبد الرحمن السيدي ديال السعيديه، لا وجميله ما كان جامل حتى واحد، ولكن ما اللي عندك عندك واللي ما عندكش ما عندكش، باش نكونوا واضحين. اذا مشكل كبير حراسه المرمى، ها واحد مشكل ديال الدفاع، مين ما يكونش ضايو مشكلة كبيرة، وخا يكون تحيف ومساوي مشكلة كبيرة إلا ما كانش ضايو. اللاعب في المنظومة الدفاعية مبني على ضايو. والنقطة الثالثة هي مازال ما لقيناش توليفة هجومية، عندنا 6-7-8 ديال اللاعبين في الهجوم وما كاينش واحد يحمر الوجه الفحلي في فترات متذبذبة من غيره، ما كاين والو. وخا هو أوريجين الفحلي راه ماشي مهاجم، راه جناح باش نكونوا واضحين، ويقدر يلعب دومي.
اذا راه مشكل فريقنا هذا التبريك، يعني خصنا الحل. السيد بوعي الشابي ما كانش عنده الوقت، ومشي هو اللي جاب اللاعبين، مدرب طينه كبيره، كاليتي كبيره، لا نحمله المسؤوليه، لا نحمله المسؤوليه. الا بغيتي تدير واحد النقد لواحد المدرب، اجي مرحبا دير له النقد، مرحبا. اولا قبل النقد، قبل ما تنتقد وشنو، قبل ما تهضر وشنو خصك دير، فهمت؟ شنو خصك دير؟ اذا خصك يا ودي تجمع جميع المعطيات متعلقه بهذا الفريق الاول، وتشوف جميع المشاكل، وتشوف المشاكل مين جايه. ولا واحد غادي تلقاه مرتبط معين الشعباني، ولا واحد غادي تلقاه مرتبط معين الشعباني بدون عاطفه، ولا واحد تلقاه مرتبط. معين الشعباني كيحط لك سيستم دو جو، كيقول لاعب طبق، اللاعب الا ما طبقش راه ماشي مشكل ديال معين الشعباني، راه لان معين الشعباني راه مدرب ماشي فورماتور، والدور ديالو ماشي يكون، الدور ديالو تصحيح الاخطاء، يكوريجي الاخطاء ديال السيستم. ولكن واش غادي يكوريجيهم سير بلاص مع لاعب هاوي، لاعب ما عندوش فاقد شيء لا يعطي، او عنده شويه، خصو الوقت. هذا الوقت هو اللي خص تعطيه الاداره السي معين الشعباني، راه خص يكون تحليل واقعي يا الاخوان. نحملوا المدرب المسؤوليه، منظومه مسؤوله، الاداره عندها جانب من المسؤوليه رغم اجتهادها الكبير. اليوم شوف راه باش بقى غير تسلل، تسلل لاعب ما يعرفش يخرج من التسلل، لاعب يصطاد في التسلل، لاعب ما يعرفش كادري لي بالون، ما يعرفش بلوكي، فهمت، ما يعرفش تيري. مشكل، مشكل، وراه مشكل. وحراسه المرمى نيل، راه كيقول لك حراسه المرمى راه 50-80% ديال الفريق. مي كان العروبي راكم شفتوه، مهنيين بحراسه المرمى، ما عندناش في البال حراسه المرمى، راه كاين هاجس كبير. واش هادشي كان مع السي عبد النبي في النيش، تحيه ليه من هذا المنبر وناس الخميسات، ما كانش عندنا هذا المشكل، عمرو ما كان عندنا المشكل ما كان السي عبد النبي في النيش، فهمت، رغم ما قيل عنه انه ولكن الاخوان انه واش بناء على معايير علميه تراجعوا عطات بدوبات كذا، واش هو اللي مسؤول عليها السي عبد النبي؟ ولكن كان تطور على الاقل، كان تطور وصعد دي جون وبقى يكون حتى جاء ما جاء، السيد دار مجهود. ولكن الان حراسه المرمى تعاني ماتش مور ماتش، ماتش مور ماتش، وهنا راه مشكل، راه غادي نلعبوا مع فريق درجه ما عرفت غادي نخسروا، سي نورمال، ما عندناش غارديان. عليها الاخوان خصنا نحسوا بلي مرحله جد حرجه، وخصنا نكونوا فايقين، وخصنا نوقفوا مع الفريق ومع الاداره باش نكملوا ما تبقى في القليل من البطوله. والله هو التوفيق، ونشوفكم في لي كومونتير، واجدد واكرر ان الشعباني ليس مسؤول، لا مسؤوليه الشعباني في هذه الخساره فيما تبقى من البطوله. الشعباني الموسم الجاي يجيب لعابه، يجيب طاقم ديالو باش هو يتحمل المسؤوليه، فهمت. اما اللي عندنا راه ما خصهم باش يوصلوا واحد المستوى يكون ماسيم مع الشعباني، ولا بالاشارات يفهموا الواقع، هذا هو الواقع. والله المعين، نشوفكم في لي كومونتير. السلام عليكم.